وقد حرصنا فيما مضى لما كتبت هذا المتن، لأن هذا المتن من تأليفي ثم تم الشرح له، حرصت على أن آتي بقدر وسعي بمعظم ما أتى به الفقهاء من كتب شتى، بحيث يكون هذا الكتاب كتاباً مختصراً ويشمل مسائل الفقه بالدليل الشرعي مع ذكر ما يحتاج إلى ذكره من خلاف يحتاج إليه طالب العلم. ولذلك لعل الله عز وجل ييسر ويخرج في كتاب ويكون مفيداً للعامي ولطالب العلم بإذن الله تعالى.